نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأحبة الكرام، رواد ملتقى الدارين، فريق العمل، كل من سيلحق بنا خلال اللقاء، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي نكمل بها إن شاء الله منظومة التدريب والتدريس الإبداعي. أرحب بكم مجددا. بالأمس كنا نتحدث عن فصل وباب مهم جدا، وهو الخاص بإدارة الدورة أو إدارة الفصل. تحدثنا عن الأمور الخاصة بالإداريات والاستعداد وقضية الإضاءة داخل غرفة التدريب داخل الصفوف، مسألة إدارة الوقت وآليات إدارة الوقت، التأكيد على التذكير بعملية الوقت واستثماره أثناء الدورة أو البرنامج التدريبي أو الحصة. أيضا ذهبنا إلى إدارة المادة التدريبية، ثم قلنا إنه إن شاء الله بإذن الله اليوم ونحن نتحدث عن العنصر الرابع والخامس في تلك المنظومة، وهو الحديث عن إدارة النقاش، كيف يتم إدارة النقاش داخل بيئة التدريب وداخل غرفة الصف، وما آليات إدارة النقاش، كيف يمكن للمدرب أو للمعلم أن يدير النقاش داخل الغرفة التدريبية وداخل الغرفة الصفية. إذن النصائح للمدرب ونصائح أيضا للمعلم. يتحدثون في إدارة النقاش عن آلية يقال عنها بتمزيق البطائق، البطاقة، استخدام البطاقات كجهاز ثوري يتابع المعلومات. هذه أيضا آلية ضمن الآليات التي يتحدثون عنها في موضوع إدارة دورة، ما يسمى بالبطاقات وتدويرها والحفاظ بها أثناء الدورة، والتعليم، المعلم الذي يتعلم شيء يساعده على حل المشكلة يبدأ بتقطيع البطاقة ويرمونها في الهواء، يفعلون ذلك. فتتحدث من ابتكرت هذا الأسلوب، قالوا ما المشكلة وكيف يمكن للإنسان أن يتوصل إلى حل المشكلة، وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى تمرير بطاقتين أو ثلاثة من قبل أشخاص آخرين، عليك أن تنتبه إلى حل المشاكل التي كتبوها، ويساعد هذا التمرين على جعل المشاركين يفكرون باستمرار في كيفية تطبيق مادة الدورة لحل مشاكل. قضية استخدام البطاقات لمتابعة المعلومات قضية تتطلب التركيز وتتطلب الحديث عن تفصيل هذا المشهد أو هذا الأمر. يقولون أنه إذا أردنا أن نفعل البيئة التدريبية فلا بد من استخدام آليات جديدة. فالحديث عن تمزيق البطاقات هو حديث كما تقول ليندا وهي مدربة في واشنطن، شاركت في كتابة أكبر المشاكل التي يواجهها المتدرب في أثناء موضوع الدورة، يعني عندما سجلت على بطاقات واحتفظوا بها أثناء الدورة، إيه المشاكل اللي قابلتك أثناء الدورة، فيبدأ يسجل ده على بطاقة، وبعدين أول ما يتعلم حاجة تساعده على حل المشكلة، أول ما يتعلم حاجة تساعده على حل المشكلة يبدأ فورا تقطيع البطاقة ورميها في الهواء، وتعلم أسلوب جديد وتعلم آلية جديدة وتعلم خرج من الأزمة أو من المشكلة.
وبالتالي إذا ما توصل الشخص إلى حل المشكلة التي كانت تواجهه أثناء الدورة أو أثناء البيئة الصفية، يبدأ بتمزيق البطاقة. طب إذا البطاقة هنا كانت موجودة على إيه؟ البطاقة كان مكتوب عليها المشكلة، صح يا أستاذ أكرم؟ يبقى البطاقة هنا هي البطاقات التي كانت سجل عليها المتدرب المشاكل التي واجهتها، وعندما يتغلب على المشكلة أثناء وجوده داخل الدورة يبدأ بتمزيق البطاقة، وكأنه حالة إيجابية للآخرين إن أيضا عليكم أن تحاولوا الوصول إلى حلول المشاكل أو تجتهد في أن تحل مشكلتك. ممكن قد تكون لدي مشكلة مرتبطة بالبيئة التدريبية، مرتبطة بعدم اهتمام أثناء العملية التدريبية، مرتبطة به هو وفهمه للمادة العلمية اللي موجودة من عدمه، مرتبطة بأمور كثيرة من هذا الأمر. هذا يستوجب إن أنا أسجل المشكلة. يبقى إذن عند إدارة النقاش يا باشمهندسة غالية ويا أستاذ عمو ويا أستاذة هدى ويا كل من ينضم إلينا، عندما أدير نقاش داخل البيئة التدريبية لابد وأن يتحدث ما يسمى ب استراتيجية أو آلية أو أسلوب، ما يسمى بتمزيق البطاقات. فالبطاقة دي المفروض إن أنا معايا ورق كاتب عليه المشاكل اللي واجهتني أثناء البرنامج التدريبي. ممكن تكون المشاكل دي في بداية البرنامج، ممكن تكون في منتصفه، ممكن تكون كده، ولكن مجرد وصولي إلى حل المشكلة أقطع البطاقة وارميها في الهواء كناية على أنني تخلصت من مشكلة. قد تكون هذه المشكلة ترتبط بأمر ما في السمات الشخصية للمتدرب نفسه، في طريقته في التعامل، ولكنه نجح في مواجهتها، كأنه بيقول خدوا بالكم أنا تخلصت من عبء كبير كان موجود داخل الغرفة التدريبية، وأنا قلت هذا العبء قد يكون مرتبط بفهمه للمادة، عدم فهمه للمادة ثم أصبح يفهمها. مشاكل في علاقاته مع الزملاء ممكن يكون أيضا اتحلت، مشاكل مع المدرب، مشاكل خاصة بالبيئة التدريبية نفسها وطريقة التعامل معها. المهم أن أول آلية من الآليات يا هدى لإدارة النقاش بشكل جيد داخل غرفة التدريب تتمثل في مسألة استراتيجية تمزيق البطاقات، ودي على فكرة بتعمل حالة من حالات الترويح النفسي، وتحسس الناس كده كأنه يعني في مشاكل كانت موجودة ثم تخلصنا من تلك المشاكل. إذن أول مشهد أو أول آلية لإدارة النقاش قضية تمزيق البطاقات، وفهمنا ماذا يعني تمزيق البطاقة وماذا يتطلب. يتطلب أن أدون المشاكل التي تواجهني داخل غرفة الصف أو داخل بيئة التدريب، ثم عندما نصل إلى حل المشكلة وعندما أتوصل إلى حلها فيمكن أن أؤدي إلى تمزيقها. وعلى فكرة هنا لما قال تمزيق بطاقتين أو ثلاثة معناها أن ممكن أن عندك ثلاث مشاكل خلصت منهم أربع مشاكل، مشكلة واحدة، والوصول إلى حل المشكلة التي كتبتها بنفسك يخلينا نقول يا أكرم أنه المتدرب يعتمد على نفسه في مواجهة المشاكل وفي الوصول إلى حلها وفي كيف أطبق مادة الدورة في حل المشكلات. قد تكون لدى المتدرب مشكلة في مهارات الاتصال، قد تكون لديه مشكلة في فن القيادة، قد يكون لديه مشكلة في التعامل مع المحيطين، مع الزملاء إلى آخره. هذا أيضا أمر مهم علينا أن نضعه في اعتبارنا كنموذج غاية الأهمية، يستوجب فهم ووعي القضايا التي تواجهنا داخل البيئة التدريبية. الأمر الآخر المهم الذي أيضا نجب أن نهتم به ويجب أن نضعه في اعتبارنا بشكل واضح هي قضية ما يسمى بأمور لوجستية، أمور تكتيكية كما يقال،
ألفاظ عسكرية، ألفاظ تستخدم في وضع الاحتياطات، خلي بالك، خد بالك أن هناك أمور عليك أن تمارسها أثناء وجودك داخل غرفة التدريب أو في بيئة التدريب لإدارة النقاش. ثلاث تكتيكات بسيطة يقولون ذلك أو كما كتبوا، تحسين التدريب في المجموعات الصغيرة. ها، كيف أحسن التدريب في المجموعات الصغيرة؟ قال لك لكي يتم تحسين التدريب وانت عندك ثلاث مجموعات او مجموعتين او مجموعة صغيرة بتقوم على تدريبها، لازم تخلي بالك المجموعة مقسم مجموعة ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة زي العدد اللي موجود، يعني لازم يبقى في كرسي فارغ تجلس عليه وتضع نفسك في نفس المستوى البدني والنفسي للمشاركين، يعني كأن المدرب لازم يضع نفسه كمتدرب. بين فترة وأخرى عليك أن تربط، يعني تطبطب كده بخفة على كتف أو ذراع بعض الحضور لتزيد من تفاعلهم معك كنوع من التعزيز والتشجيع. ثلاثة، يبقى في كرسي فاضي تقعد عليه وتضع نفسك في الوضع البدني والنفسي للمشاركين عشان تشوف الناس دي قرفانه ولا مبسوطه ولا ايه الحكايه، وانت متهيألك ان انت يعني فاهم وهم قاعدين متضايقين والبيئه والمكان سيء. يعني بين كل فتره وفتره تطبطب كده على كتف واحد. ثلاثه، بقول لك خلي بالك اتوقف عن الكلام من فتره لاخرى. يعني تسكت كده، وبعدين بين فترة وأخرى وقت الصمت كده والسكوت، بعد فترة صمت وجه سؤال لتتيح للناس فرصة في صياغة الإجابة، يعني اسأل. فهنا يقول إيه يا أكرم أو يا هدى؟ يقول عشان تحسن تدريب المجموعات الصغيرة ممكن تعمل الثلاث حاجات دي. ايه هي؟ ان احط كرسي فارغ ما بينهم واتخيل نفسي موجود معاهم او اقعد معاهم واتخيل نفسي على المستوى البدني والنفسي. اثنين، اطبطب على كتف المشاركين، تربط على اكتافي نوع من التعزيز. ثم تتوقف عن الكلام من فترة لأخرى، طبعا تربط على أكتاف الرجال، واخد بالك، وتعزز أداء السيدات. هنا واحد ما يتقوليش ده بيطبطب على الناس اللي تبقى لا. تذكر أن تتوقف عن الكلام من فترة لأخرى وتجرب فترة صمت بسيطة بعد توجيه سؤال عشان تتيح فرصة في صياغة الإجابة. الكلام ده مهم جدا. يبقى لإدارة النقاش داخل البيئة التدريبية مجموعة من الاستراتيجيات وضع بعض الخبراء في عمليات التدريب، استخدام البطاقات كجهاز فوري لمتابعة المعلومات، وتحدثنا عن استخدام وتمزيق البطاقة وتسجيل الأول المشاكل ثم حل المشكلة يستوجب مني أن أنا أقطع، يعني خلاص البطاقة وارميها في الهواء كأني تخلصت من المشاد. يعني الأمر الثاني وهو تكتيكات بسيطة لتحسين التدريب في المجموعات الصغيرة، الحرص على وجود كرسي فارغ نجلس عليه ونضع أنفسنا على المستوى البدني والنفسي المشاركين. أنا فاكر والله في أثناء بعض البرامج التدريبية كانوا بيدرسين في المدرسة، لا هذا أبدا على مقاعد الأطفال العيال اللي في الفصل. فتخيل بقى، يعني عفوا سامحوني، مدرسة ممتلئة و باللفظ العامي تخينة، أو مدرس تخين في قلب مقعد طفل في ستة ابتدائي مثلا، هو قاعد ازاي يعني؟ تخيل كده. وللأسف الشديد إدارة المدارس والمعلمين على الجلوس في هذه الأماكن
بحجة إن ما عندناش أماكن تانية وكده. حتى الأمر الآخر الخطير جدا اللي لازم نبقى على وعي بيه أيضا، وهو قضية للأسف للأسف الشديد قضية اجتماعات مجالس الآباء أو أولياء الأمور، مجلس الآباء أو الأمناء كما يسمى يعني، يقعدوا الناس يا هدى في نفس المقعد الفار، في نفس المقعد في نفس المكان، فده في إهانة وفي نوع من عدم الاحترام، أدمية الطفل أو لا أقول أدمية الطفل هنا، ولكن أدمية الأب أو الأم أو الناس اللي هم اللي إحنا مستضيفينهم، مش كده ولا إيه؟ فالأمر ده أمر مهم جدا لازم نعيه بشكل واضح. الجزء الآخر أنتم مركزين معايا، يبقى إحنا اتكلمنا في إدارة النقاش قضية تمزيق البطاقات ماذا نعني بها وما دلالاتها، ثم نصائح لتحسين التدريب في المجموعات الصغيرة، في نصيحة أخرى في تمرين آخر اسمه حرك الكرة. يعني إيه حرك الكرة؟ يقول الكاتب أو المؤلف إبقاء الكرة متحركة لا يعني أن تكون وحدك المتكلم. شفت الدلالة البلاغية الجميلة دي يا أكرم؟ يعني إيه حرك الكرة؟ يعني ما يقول لك الكرة في ملعبك، لا، أنت تحرك الكرة، تدي الكرة لهدى وتديها لأكرم وتديها لسلمى وتديها للناس المشاركين معانا يتحدثوا ويتكلموا، وبالأسلوب يستخدم تشجيع الأسئلة حينما نرمي الكرة من الورق أو غيره، تسمى كرة الحوار إلى الشخص الذي يتكلم، ويتم نقل الكرة إلى كل متكلم جديد، وفي هذه الحالة يكون وعي المتدرب أو المتعلم بتسلسل الكلام أكبر وانتباههم أوضح كما يقول الكاتب. شفت بقى إزاي؟ يبقى تعليم الناس انهم يطرحوا اسئله مفتوحه او الطلبه لا يكفي الاجابه عليها بنعم او لا. انت عايز من المتدربين المشاركين معانا انه يكلموك عن احتياجاتهم، وبالتالي اذا كنت تمسك الكره معظم الوقت فان ذلك يعني اننا لا نقوم بعمل جيد في مجال معرفه الشخص. لو عملنا التمرين ده اللي هو تحريك الكرة ولا يكون أنا وحدي فقط صلاح الذي يتحدث، وإنما يتم إلقائها عبر الحوار من شخص إلى آخر واستلامها، هنا يكون النقاش هادف وفعال. وبعدين ده عنوان الفصل أصلا، إدارة النقاش، إدارة النقاش، العنوان إدارة النقاش. فإذا كان إدارة النقاش ينصح بها، خد بالك النقاش يبنى على معرفة ويبنى على معلومات. فإلقاء الكرة للمتكلم معناها أن لدي رصيد من المعلومات يا غالية. إلقاء الكرة معناها أنه تشرك الآخرين. فأنا تعليقي هنا عشان تاخدوا بالكم، لأن دي نقطة مهمة جدا، لا يجوز إلقاء الكرة لواحد خاوي الوفاض ما عندوش حاجة. مسعد أنت منورنا، ربنا يبارك فيك. فنحن نتحدث عن إلقاء الكرة أثناء البيئة التدريبية، وعنواننا يا أستاذ مسعد هو إدارة النقاش، وجزء من إدارة النقاش أنه لا يجوز أصلا أن أناقش واحد ليس لديه خبرة، ليس لديه معلومات، ليس لديه تجهيز بمعلومات. عندما يناقش ينبغي أن يملك خبرة، ولهذا اللجوء إلى إدارة النقاش يعني أن في معلومات تم إلقائها على الآخرين، وبالتالي حتى عندنا في استراتيجيات التدريس اللي هي الحوار والمناقشة لا يجوز أن تناقش ناس مش عارفة حاجة. يبقى بتناقشوا في إيه إن شاء الله؟
ها؟ ناقش واحد عارف، لما تناقش ناقش واحد عنده معلومات، هنقول ايه؟ اللهم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لازم زي ما قلت لحضراتكم يا استاذ اكرم، اللي بيسال لازم اما يسال يسال حد عارف كده، متمكن بالظبط، عشان ما نضيعش وقتنا، صح يا هدى؟ ونحن نتحدث عن إدارة النقاش، وأنا الآن أمام مأزق وأزمة، أزمة التواصل البصري فقدينه الآن، وبتمعني نفس المشكلة امبارح. نتحدث عن إدارة النقاش لنضع بعض الضوابط الخاصة بإدارة النقاش كما تحدثت عنها أدبيات التدريب. يقولون مزق البطاقة، إذا قلت العبارة دي كده الوحيدة هدى تقول لي يعني إيه يا دكتور مزق البطاقة؟ بطاقة إيه اللي مزق؟ ها؟ لا، خلي بالك أنت تسجل أول بأول المشكلات التي تواجهك، سواء كانت معرفية أو لوجستية أو خاصة بالمهارات التي تكتسبها أثناء البرنامج التدريبي. عندما تصل من خلال البرنامج إلى حل لتلك المشكلات، عليك أن تمزق البطاقة التي سجلت عليها المشكلة إلى لتقول للحضور وتقول لنفسك أنك تغلبت على المشكلة. صعبة دي يا عم أكرم؟ ما هي الصعبة؟ صعبة دي يا مسعد؟ ما هي الصعبة؟ صعبة يا هدى؟ لا. اتنين، خد بالك في تكتيكات يجب استخدمها أثناء وجودك داخل قاعة الصف أثناء العمل مع المجموعات الصغيرة كمدرب، على وجود كرسي فارغ تجلس عليه وتحط نفسك مكان آخرين على البدني والنفسي للمشاركين. وأنا نموذج أنا مريت بيه وخضته أكثر من مرة وكنت بستعجب. الاجتماعات التي تعقد في المدهوم في تخت الطلبة الصغيرين أجسامهم صغيرة أمر مهين ولا يجوز استخدامه، فما بالك لو استخدم التدريب. الأمر الآخر، بين فترة وأخرى عليك أن تشعر الحضور بالأمان والتفاعل وإنك قريب منهم. هنا بقى مسألة أن تربط بخفة على كتف المشارك، وأنا قلت على كتف المشارك الرجل مش المرأة في القاعة التدريبية. طبعا عند الأجانب ما تفرقش، مش كده ولا إيه يا أكرم؟ أيوه. تذكر أن تتوقف عن الكلام من فترة لأخرى، وأنك تستفيد بوقت الصمت ده في توجيه سؤال عشان تتيح لهم فرصة الإجابة. الاستراتيجيات الثلاثة دول يخلوا في النقاش فيه فاعلية، يخلي النقاش فيه فاعلية، يخلي النقاش فيه فاعلية. كده واضحة الأمور؟ واضحة الأمور. ما نشوف المشهد الثالث، الجزء الثالث أو الجزء اللي بعد كده اللي عايز أتمم هذا الكلام. حرك الكرة، تحريك الكرة يعني أي أيها المدرب أيها المعلم، لا تستأسد بالحوار وحدك وبالحديث، ولكن عليك أن تشجع من خلال رمي الكرة من الورق أو غيره، تسمى كرة الحوار. يعني تعمل كرة من الورق كده، أو يبقى معاك بتاع السكواش كده، الكرة اللي هي الخفيفة الجميلة زي بتاع التنس، ترميها كده للناس بحيث إنه ينتقل الحوار من واحد إلى واحد إلى واحد، وهذا يساعد المتدربين ويساعد الطلاب على التحدث عن حاجاتهم وطلباتهم إلى آخره من هذه المفردة. الأمر الرابع أو الأمر الثالث في إدارة النقاش، يقول عليك أيها المدرب وعليك أيتها المعلمة. الكلام ده مفيد جدا ليكوا على فكرة، ومفيد جدا لكل اللي بيسمع الحلقة، وأنا أتمنى إنه الملف يتم تحميله. أكرم، ما هو لها تداعيات مهمة. أهلا وسهلا أستاذ محمد بوديس الذي غاب عنا على مدار أسبوع أو أكثر، أهلا وسهلا. الله أكبر ولله الحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بنسيمة، أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا. الأحبة الكرام، أننا اليوم نتحدث عن إدارة النقاش. تكلمنا كلام كتير قوي،
قبل الحلقة عودا حميدا أستاذ أكرم. عند إدارة النقاش أحبائي الكرام، هناك بعض التوصيات وأود أن ألخصها لكم بشكل سريع جدا. منها الحديث عن استخدام البطاقات كجهاز فوري لمتابعة المعلومات أو ما نسميه عندما تكون داخل قاعة التدريب ويواجه محمد بوديس مشاكل أثناء العملية التدريبية، فعليه أن يسجل تلك المشاكل. كلما استدرك حل لمشكلة سجلها في بطاقة، مزق البطاقة وألقى بها في الهواء كأنه يقول للحضور أنا تخلصت من مشكلة. فقضية استخدام البطاقات تثير الحوار والنقاش، وقت النقاش داخل غرفة الصف أو غرفة التدريب. 3 نصائح لتحسين التدريب في المجموعات أثناء إدارة النقاش. بيقول لنسيمة خلي بالك نسيمة وأنت بتدربي سيبي كرسي فارغ للمجموعة المكافئة، عندك مجموعة من 5 من 8 من 10 مجموعات صغيرة، وتخيلي نفسك تجلسي مكانهم وكأنك تجلسي فيزيقيا على الشكل المستوى البدني والنفسي للمشاركين، كأنني أشارك المشاركين وضعي كمتدرب وليس كمدرب بين الحين والآخر. أيضا أثناء مرورك على زملائك على زميلاتك وانت بتدربيهم تطبطبي عليهم خفيف حتى تشعريهم بالتفاعل. أيضا لابد وأن تتوقفي بين الحين والآخر لتسألي بعد فترة صمت، توجهي سؤال لتتيحي للناس فرصة صياغة الإجابة، وهذا أيضا أحد آليات تدعيم ما نسميه بالقدح الذهني أو العصف الذهني كما يسميه البعض. المهم أن هناك استراتيجيات لإدارة أو لتحسين التدريب في المجموعات أو ما يسمى ب3 تكتيكات بسيطة تسمح بتفاعل البيئة التدريبية يا هدى وتواجد الناس. تحريك الكرة يا محمد، نعمل كرة من الورق أو يبقى معاك كرة زي كرة التنس ويتم تحريكها من شخص إلى شخص، لا تكن أنت وحدك الذي يستأنس بالحوار كما أفعل أنا الآن، ولكن لا بد وأن يشارك الحضور بالحديث والحوار والكتابة، وجزء من مشاركتكم هي تعليقاتكم التي أقرأها أمام حضراتكم الآن بعد الأمر. ضمن النصائح المهمة تحريك القرى، يعني ألا أجعل وحدي أنا المتكلم نقطة الحوار والحديث، لا بد أشجع الأسئلة من خلال رمي الكرة من طرف إلى طرف آخر حتى يتشجع الجميع ويتشجع الحضور على التفاعل الإيجابي أثناء العملية التدريبية. يقولون لنا أو يقولون من باب النصيحة دع المتدربين يختارون. اختيار التدريبات يساعد المتدربين على الشعور بالثقة والمشاركة في عملية التعلم. نختار التدريب تمرين 1 وتمرين 2 زي ما انتم شايفين في الصورة دي، الصورة هي التي تلخص الكلام وليس صوتي الذي يلخص الكلام. من المهم جدا أن نمنح المشاركين الفرصة والقدرة على الاختيار. على سبيل المثال يمكننا تحديد مثلا عدة مواقف وترك المجال للمشاركين لاختيار الموقف الذي يودون دراسته واتخاذ القرار بشأنه. يعني انت بتطرح ليهم يا نسيمة بتطرح ليهم مجموعة من المواقف، ها، وبعدين هم يختاروا. يعني لا اضعهم امام موقف واحد وانما اضعهم امام يا مسعد امام اكثر من موقف حتى اسمح لهم بالاختيار، وبالذات داخل بيئة التدريب، بل استطيع ان داخل غرفة الصف اذا كان المدرس اصلا على وعي بما نقول. ولعله من المستحيل أن تتمكن من أن تختار بنفسك تمرين أو حالة دراسية واحدة تحظى بالقبول لدى كل المشاركين في الدورة، ولكن بتوفير 3 أو 4 أنشطة يا هدى ثم ترك المجال للمشاركين كي يختاروا من بينها، نكون قد منحناهم الفرصة لانتقاء ما يرونه مميزا أو مثيرا وقادرا على تحفيزهم بشكل شخصي. النقطة دي مهمة أوي يا أكرم، مهمة أوي، ولكن تحتاج إلى مدرس كيس، تحتاج إلى واحد فاهم، تحتاج إلى واحد شاطر يا مسعد، تحتاج إلى واحد محضر أوي 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 يا أستاذة هدى في مثل هذه الأمور، صح يا باشمهندسة غالية؟ صح؟ أيوه، مهم جدا إن إحنا نراعي مثل هذه الأمور ونضعها في اعتبارنا يا سلمى بوضوح.
فهنا بيقول لك ايه؟ عايز تعمل بيئة نقاش جميلة يا مسعد، يبقى لازم تجتهد في ان توفر تمارين. هنا بقى بتقرفونا وبتتكلموا معانا عن الفروق الفردية ومراعاة والتمايز ما بين الناس ومراعاة، طيب ما هي دي كأنها دعوة لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، دعوة إلى العمل الجماعي أو إلى إعطاء فرصة للمجموع العام إلى أن يختار ما يحب من تمارين، مش كده ولا إيه؟ فإذا دعهم يختارون مدخل مهم جدا من المداخل التي تسري النقاش. وصلنا؟ فهمنا؟ عرفنا؟ يبقى واحد حرك الكرة، مزق البطاقة، كل هذا يندرج تحت ما نسمى بإدارة النقاش. الدكتور لما اتكلم أو قرأ، دكتور سويدان هو فريق العمل اللي معاه، لما ترجموا الكلام ده وضعوه ما بين إيدينا، أدا ليندا مدربة وضعت تجربة تتحدث فيها عما يسمى بتمزيق البطاقات وطبقتها فكتبوها. وبالتالي التركيز هنا كله يهدى على التعلم النشط، أن دور المتدرب، أن دور المتعلم هو الدور الأكبر وليس دور المدرب فقط أو دور المعلم فقط. تحريك الكرة من باب من إثارة فضول الحضور والإثبات والتنويه أن هدى وغالية وسلمى ومسعد ومحمد ونسيمة، كل هؤلاء تعاونوا وتحدثوا وكتبوا وشاركوا، ما فيش حد قاعد ساكت، كل الناس بتشارك، مش كده ولا ايه؟ صح يا فاطمة؟ ماشي يا فاطمة، اهلا بيك، منورانا يا فاطمة، والله مركزة معانا، مركزة معانا فاطمة، واهلا وسهلا بك. بنتكلم الان يا فاطمة عن مجموعة من الآليات يمكن للمدرب أو المعلم أن ينجح من خلالها في إثارة بيئة النقاش. وهنا مسعد أهو بيقول في بعض الكتب الدراسية يتم تصنيف التمارين حسب مستويات الطلاب المتوسط وفوق المتوسط والمتفوق، ويتم كتابة التمارين بألوان مختلفة. صح كلامك، وده مهم جدا، احنا محتاجينه. أيوه محتاجينه جدا. فاستراتيجية يا فاطمة دعهم يختارون معناها أن تعطي الفرصة للطلاب لاختيار التمرين الذي يناسبهم وفق حالتهم ووفق مستوياتهم العقلية ووفق مستوياتهم الدراسية ووفق الإجماع العام، ولا أستطيع أنا أن أفرض تمرين. وهذا يستوجب من المدرب أو من المعلم أنه يحضر الكلام ده. ما يسمى، تعالوا بقى نركز في دي، لان انت ملاحظ الابعاد بتاع اداره النقاش كتيره النهارده، صح؟ كتيره. وبالتالي واحنا بندونها يا فاطمه انت ونسيمه وسلمى ومحمد وهدى والناس اللي معانا، ياتي اسلوب ما يسمى بالحديث للكبار. ايه ده ان شاء الله حديث للكبار ده؟ احنا اصلا بنفتقده حتى في حياتنا الشخصيه، صح يا اخ؟ الاسلوب الحوار والنقاش. انا عندي حلقه يا ريت ترجعوا لها، والله حلقه مهمه جدا كانت في احدى القنوات عن ادب الحوار، ادب الحوار. ولدينا ايضا في الاكاديميه سلسلة حلقات كان ضمنها أدب الحوار، ولكن الحلقة المتلفزة مهمة، أدب الحوار أو آداب الحوار مهمة. عارفة يا سلمى لو كتبت كده في اليوتيوب هتلاقيها موجودة عندك، أدب الحوار، وكنت عامل لها تأصيل الحوار في القرآن والحوار في السنة والحوار في الحياة وفي الواقع ولماذا غاب الحوار، وكان لها بعد في إسقاط مهم جدا على المشهد السياسي، وأن الناس بتتناحر وتتخاصم وتتعارك، وده بيكذب ده وده بيخون ده وده بيعمل ده أياميها يعني، وكانت فيها رسائل لأولي الأمر اللي خلوا بالكم أن المشهد ده لو استمر على هذه الحال لن تبقى الأمور كما يتمنى البعض، ولكن ستؤول إلى عاقبة غير محمودة. ك
كلام كان واضح لكل واحد بيفهم، وكل واحد عنده نوع من الوعي والفهم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أستاذة زينب، أهلا وسهلا، أرحب بيك ومرحب بيك مجددا معنا. أسلوب الحديث للكبار أحبائي لإدارة حوار ونقاش جيد داخل غرفة التدريب أو داخل غرفة الصف، فبيقوم يقول إيه بقى؟ يا محمد، يا بوديس، محمد مدرب، عليك أثناء الحديث مع المجموعة أن تقوم بتدريبها، وخاصة في المراحل الأولى للبرنامج. حاول تستخدم بعض الأساليب والعبارات الفعالة عشان تنجح في استمالة صلاح وهدى وغالية وسلمى ونسيمة وأمين وحمدي. انضم لينا حمدي أو كمان حمدي يوسف، أهلا وسهلا أستاذ حمدي، وأهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا. فبيقول إيه؟ حاول إنك تستميل المتدربين وتخليهم أكثر تقبل. كل ما اقرأ لحضراتكم ويجمع شمل الأمة على الخير. حمدي من العريش، الله أسأل الله أن يحفظ العريش وأهله من كل مكروه، وأن يعيد الأمن والأمان إلى أرض الفيروز، أرض الخير والنماء التي تمنيت في كل لحظة وأنا أقف على ترابها مبتهجا سعيدا بالملاحم التي دارت عليها وأشم نسمات الهواء فيها في كل لحظة. أقول يا ليت هذه الأرض فعلا هي أرض فيروز، ولكن تحتاج إلى من يهتم بها ومن يربط على أكتاف أهلها ومن يأنس بأهلها ويأنس به، وتحتاج إلى من يعمرها وإلى من يزرع فيها وإلى من يبني فيها وإلى من يهتم بيها. هي أرض الخير والأمن والأمان على مدار التاريخ، وهي أيضا رباط للأمة. إن اخترق ضاعت الأمة وضاع ما فيها، وإن هددت غاب كل شيء عنها. نعود مرة أخرى إلى الأسلوب الحديث للكبار. يقول أثناء وجودك داخل بيئة الصف أو بيئة التدريب، خلي بالك، تحدث إلى هدى وإلى محمد وإلى أكرم وإلى غالية، قل أرغب، أود، أحب أن تتاح لي الفرصة للتعرف عليكم جميعا، أتمنى أن تشعروا باهتمامي بكم جميعا. شفت الكلمات دي وقعها جميل جدا. أظهر الاحترام والتقدير، شكرا، شكرا جزيلا على جهودكم وعلى تفاعلكم، شكرا يا حمدي على وجودك معنا وحضورك معنا، شكرا يا زينب على حضورك ووجودك معنا، شكرا يا أمين، شكرا يا نسيمة، شكرا يا فاطمة. هذه كلها أمور تدعو إلى الإحساس بالأمان، أمان النفسي والمعنوي. أنا نفسي وأنا في داخل القاعة التدريبية يا مسعد، شعورك بهذا الأمان مع الساعات الأولى من بداية البرنامج يخليك سعيد جدا. فاطمة بتقول لي أنا جزائرية الجارية، يعني أنا مش مغربية. طيب أنا جزائرية وكلنا مغرب عرب وكلنا أمة واحدة، فإحنا ضعنا وضاع كل شيء يوم أن تحدثنا عن التقسيمات، ويوم أن جاءت سايكس بيكو حدثت الحديث عن العصبيات، هويات والأنا، ها؟ كلنا لآدم وآدم من تراب، مش كده ولا إيه؟ صح أمين؟ كلنا لوطن واحد ولأمة واحدة، وكل مكان يذكر اسم الله ده جزء من أمتك، وحتى الأماكن اللي لا يذكر فيها اسم الله واجب أن تذكر فيها اسم الله، أي مكان تبقى موجود فيه. هو كده. فإذا نركز بقى كده مع بعض، ركزوا، واحد
أسلوب الحديث مع الكبار أكثر من كلمات الرغبة أو التمني أرغب أود أحب. أن تتاح لي الفرصة للتعرف عليكم، أتمنى أن تشعروا جميعا باهتمامي وسعادتي لوجودي بينكم ومعكم الآن. أو والله أنا نفسي بقول هذا الكلام. أشكركم على جهودكم وتواصلكم وحرصكم أن تكونوا معنا ملتقى الدارين، صح يا سلمى؟ صح. أرجو أن تساهموا معنا بخبراتكم من خلال الإضافات التي تضيفوها لنا. أود البدء بسؤالكم، ما انطباعكم حول هذا العنوان؟ دعوني أشارككم بدلا من إخباركم. اسمحوا لي أن أبدي وجهة نظر مختلفة. شفت بقى إزاي؟ اسمحوا لي أن أبدي وجهة نظر مختلفة، ما بتقولوش لأ كلامك غلط، أنت مش فاهم. أقترح عليكم أن تفكروا بالطريقة الأخرى التالية. فيها عبارات فيها نوع من الاحترام ونوع من التقدير. مش كده ولا إيه؟ وهي تحت مظلة انتقي عباراتك وكلماتك عند توجيه النصح أو التعليمات. إحنا عندنا خطأ كبير جدا. قول يا ابني، قول يا بنتي، أنت يا جدع اللي قاعد ورا ما بتفهمش، أنت يا جدع، أنت يا بنت اللي ما بتجمعيش، أنت يا ابني، أنت اللي ما بتتكلمش خالص، انطق. أنت ده بالعامية يعني عندنا في مصر. ها؟ معلش سامحوني. الكلام ده بنسمعه. هو ده موجود في غرفة الصف وفي غرف التدريب أحيانا، وفي نوع من الاستهزاء والسخرية. فاكرين بنتكلم على آداب المدرب يا أكرم في الحلقة الثانية أو الأولى؟ قلنا إنه لازم يبقى حذر جدا فيما بيقولها، ولغة الجسد والإشارة. يا هدى كلمنا على ده، وأظن إن أنتم مركزين جدا في هذا الكلام. عليك أن تذكر الأشياء الإيجابية فيما يتعلق بوجهات نظر مشاركين المغيرة أو المناقضة. طرحتم أحبائي أفكار جميلة وفيها كثير من الوجاهة والإبداع كده والتميز. بالنسبة لي أحاول مناقشة هذه الأفكار معكم. إنه من المهم جدا أن تكون لدينا مجموعة متنوعة من وجهات النظر المتباينة. نعلم الناس أدب الاختلاف. شفت بقى ازاي يا نسيمة؟ الله عليكي. اسلامي اصبح عنوان حلو، الشعار الجميل ده. طبعا في ظل حتى ما نحن فيه الان. طرحتم افكار جميلة فيها من الوجاهة والابداع، ولهذا احاول ان اناقشكم في هذه الافكار. من المهم ان تكون لدينا مجموعة متنوعة من وجهات النظر. لا يوجد هذا بالمدارس؟ طبعا لا يوجد. تعرف ليه يا هدى؟ لان اللي واقف في درس فاهم اصلا الكلام ده، لان اللي واقف في درس سامحيني يعني ما عندوش رغبه ولا قدره انه يقول الكلام ده، لان كتير منهم بيستخدموا لغه السقيه، اللغه الضحله، اللغه اللي ما فيش فيها اطار اخلاقي، لغه يا هدى للاسف الشديد اغاني الافراح اللي بنسمعها عرضا وانت ماشيه وتلاقيها بتخبط في ودانك وانت ماشيه. دي الحقيقة يا فاطمة. أغاني جارحة للحياء، جارحة للأخلاق، ووسط هذا الطوفان تجد طلاب الثانوية العامة وطلاب الجامعة يرقصون على أنغام تلك الأغاني. ومن الذي يمسك بزمام الأمور؟ الجي جي شاب أهوج مهطول أبله ماسك بالميكروفون وبيعلي صوته وأصوات تكاد تصيب الناس بالصمم، وانت مضطر الى ان تسمع ذلك لانك رايح تقضي واجب يعني. هذا النموذج هو نفس النموذج الموجود في المدارس للاسف الشديد. عندما غاب نموذج الاحترام والتقدير في وسائل الاعلام، وغاب نموذج الاحترام والتقدير والتوقير في خطابنا العام المرتبط بالاحياء الافراح والمناسبات والعامه، تحدث ولا حرج عن غياب هذه الاخلاقيه. فمش هتلاقي واحد يا هدى يقول لك طرحتم افكار جميله فيها من الوجاهه والابداع، هيقول لك انت مين يا ابني؟ هو يا ابني انا الليمبي، انا فلان، انا مش عارف ايه، اسكت لا اعمل لا. يعني هذا الكلام للاسف الشديد هذا هو الواقع. قضيه اختلاف غياب التكوين الصحيح، طبعا مفيش تكوين، هيكونوا فين؟ الفصوقيه مبتذله،
ليست فقط يا محمد سوقية، ولكنها تنتشر في الوسائل الإعلام على المستوى الشعبي وفي داخل الأماكن بتاع، غصب عنك هتسمعها، يعني هتسمعها غصب عنك لازم تسمع. وليس هذا فقط، ولكن يتم ترويجها بين الشباب وبين الأطفال، فيتراقص على أنغامها الأطفال الصغار وعلى أنغامها الكبار الذين لم يتم تكوينهم أخلاقيا وليست لهم أي أمور. السبكي وشركاء، ليس السبكي وشركاء، وشعبان وشركاء، وأغاني الأفراح وشركاء، وهذا هو السائد، وجود غصب عنك لازم تسمع. على كل حال، إذا مطلوب من حضراتكم، مطلوب منك يا أمين، إن أنت تكسر من كلمات الرغبة والتمني كنوع من التعزيز للمتدربين. مطلوب أن تظهر الاحترام والتقدير لهم، شكرا على جهد. أود البدء بسؤالكم، مطلوب أن تقول لهم علينا أن تكون لدينا مجموعة متنوعة من وجهات النظر. خد بالك ده في الهيدن كريكلم، المنهج الخفي، مهم جدا، لأن أثناء النقاش بتعلمهم احترام بعض، تعلمهم إزاي يسمعوا البعض، وهو أصلا لغة الاحترام والاستماع للآخر وأدب الحوار. لا يشترط أن تكون عنوان تدريبي يا سلم، ولكنها تأتي على هامش البرنامج الذي يدرب، لأن المتدربين بتعلموا فعلا يسمعوا بعض، بتعلموا محدش يقاطع بعض، بتعلموا يحترموا وجهات نظر بعض، بتعلموا يعززوا بعض ويشكروا بعض على الاستجابة وعلى الاحترام، وبالتالي أنت بتربي ناس يعني على آداب الخطاب وعلى أدب الاحترام، وهذا أمر في غاية الأهمية. أيضا تسمح لهم بجلب القهوة والشاي والأكلات الخفيفة في القاعة، فهذا سيكسر الحواجز ويوجد جو رسمي غير رسمي يشجع التعلم. تلاقي قاعة كده واحد تلم كاتب عليها ممنوع دخول الشاي والقهوة إلى القاعة بتاع كده، يعني بتاع ده. أنا متدرب عنده صداع، متدرب حس إن هو كذا وحب إن هو يدخل، بتحس كده بحالة الأنس والاهتمام، لا مانع لذلك، يعني مش قضية، يعني ما عملناش بوفيه. إنما هنا هو قال لك خد بالك، في ناس بتمنع ده ويقول لك ممنوع منعا باتا دخول الشاي والقهوة، ليه؟ هو خايف على التجهيزات، وخايف حد يوقع على البتاع، وخايف كده، من حقه. ولكن أيضا أنا من حقي كمدرب أن أسمح ببيئة أكثر فيها الحواجز قدر المستطاع، هذا أمر مهم جدا أحبائي الكرام، يجب أن يكون موجود يا فاطمة في الأول. لازم تخبرهم عندما ستتحدث عما تتحدث عنه، إن يا جماعة هتحصلوا على كثير من المعطيات والمدخلات في هذا البرنامج، أهمها ما يلي: أنا أرغب في قضاء معظم أوقات اليوم في استكشاف الكيفية التي ستعالجون بها الأمور التالية. قل لهم ماذا ستقول لهم، ثم قل لهم، ثم قل لهم ما قلت لهم. شفت المعادلة دي؟ قل لهم اللي انت عايز تقوله، اهدافنا كذا وكذا، وبعدين قل لهم بقى اللي انت كنت عايز تقوله، وبعدين ارجع لخص اللي انت قلت ليه. واخدين بالكم المعادلة الجميلة دي؟ مهمة قوي. قل لهم اللي انت عايز تقوله، وبعدين قوله بقى، وبعد كده قل لهم ما قلت له. الله، الصفحة دي عجباني قوي يا أكرم، الصفحة اللي فاتت دي عجباني قوي، وأظن عجبك كويس قوي، وتحس فيه كده فيها وانت بتقرأ ان انت دخلنا يا هدى حاجات كده جميلة، فيها آداب الحوار، فيها كلمات إذا قيلت فعلا تكسر حاجز السليل وتدوب التلج، فيها جو من التسامح، فيها أفكار، فيها رقي في الأسلوب وفي الخطاب، هو ده اللي لازم يبقى موجود، وده اللي احنا عايزين نلاحظه. هنا بقى بيقول لك إيه؟ ما زلنا في إدارة النقاش، وأنا بقول تاني يا هدى، بقول يا أكرم، بقول يا أمين ويا مسعد، خدوا بالكم، هناك 5 طرق لقتل المشاركة فتجنبها. بالظبط يا فاطمة، 5 طرق لقتل المشاركة فتجنبها. 5 طرق بتقتل المشاركة، يعني
هدى عايزه تتكلم ورغم هذا تحصل مشكله. ايه بقى؟ لجوء المدرب الى تكوين علاقات شخصيه باصحاب قوي في القاعه على حساب الاخرين. كارثه مصيبه. جوه القاعه يجب ان يكون الخطاب خطاب فيه نوع من العداله في البتاع، زي ما بنقول للمدرس خد بالك راعي الفروق الفرديه، خد بالك وزع الاستجابات على الناس بشكل متساوي، خد بالك يجب ان تكون هناك ديمقراطيه في توجيه الخطاب والكلام والحوار، خد بالك بتلاحظوا ان انا بزعل قوي يا سلمى صح؟ وانت يعني ما شاء الله احنا يعني من 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 مده وانت تتابعي معنا وتشاركي معي، بزعل اول ما بلاقي الاسماء الحرفيه، بزعل اول ما الاقي اسماء مشفره، صح يا حمدي؟ وانت معانا ضيف جميل رائع جديد النهارده ولكن كانك يعني معنا منذ مده، اهلا وسهلا استاذه عائشه نورتينا وسعدنا بيك، ربنا يحفظك. فانا بحب انده يا زينب على الناس باسمائهم. ليه؟ لو قعدت طول المحاضره انده على اكرم طب وحمدي ده ان شاء الله يقول له انا يعني ابن البطه السوداء يعني ولا ايه؟ والاخ ده مش شايفنا يعني ولا ايه؟ ايه يا اخ صلاح؟ ها؟ ده احنا ناس من العريش يا عم. والله العظيم. او تلاقيني قاعد انده على المصريين يعني ما تحفظهم ومطنش اخواننا من العرب او من الجنسيات الاخرى. ده بجد بيعمل مشكله. لو مكانكم ما حدش بينده عليا طب وانا مات؟ ها؟ والله العظيم ما عدت شايف خلقتي ولا داخل لك غرفه يا جدعان. ده انت صحيح راجل غتت وغلس. والله ما انا ما عدت جاي. ها؟ انا مال. فانا والله يا غاليه بجد. فما بلاقي حد عيني شوفي سلمى عشان ما قدرت وهي دخلت بسرعه فما لحقتش تكتب اسمها فجت سين. بس انا شايف اللون ده الدعم. بس مين من الدعم؟ معرفش. فهي قالت لي انا سلمى يا دكتور. فما بلاقي حد داخل او مسعد مثلا كاتب اسمه مشبك في بعض اقول مسعد جا مين مسعد جا؟ فبقول له انت مين؟ وبقولها بتحرج وبنده وبشوف فاطمه مثلا وهي بتكتب العائله وبعدين تكتب الاسم هكذا يعتاد اخواننا في المغرب بنده ليها بشوف دي مين؟ امين اهو كاتب لي امين 200 مثلا فبنده على امين. فالشعار الكل بالاهتمام هو ده هدف مهم جدا. خد بالك يقول لك اوعى تعمل الحاجات دي لان اذا عايز الناس تشارك بقى عايز الناس تنام كده وما تعبركش يبقى ركز لي بقى على في الفصول بقى في الابتدائي او الاعدادي المدرس اللي هو في اخر الشهر يا حمدي بيمسك الظرف في ايده في فلوس مع سين وصاد وعين ونون. قول يا حبيبي، قول يا ابو حميد، زي بابا ابو حميد، سلم على بابا حبيبي. ها بابا كويس وطنط ماما كويسه الحمد لله، سلم عليها قول لها والله عم وحش المحشي اللي بتعمليه في البيت وهو بيدي الدرس ليا. مال ايه الكلام ده قدام الطلبه؟ فالعيال يقولوا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكلام؟ ايه ده؟ محشي ايه؟ كمان بتاكل عندهم طب ده في البيت، طب النهينا بقى ان شاء الله، طب واحنا ذنبنا ايه؟ ها؟ ليه بقى؟ لانه التمييز ما بين الطلاب داخل قاعه الصف تحت مظله ان البيه اللي انت بتديله درس بتهتم بيه حساب الاخرين، هنا بقى انت امام مشكله. ها امام مشكله. او واحد عنده عيل ابو رئيس الحي مثلا، ايه اخبار بابا ايه؟ سلم لي على فلان بيه. وقول له ان شاء الله الموضوع اللي هو قال لك عليه ده باذن الله يعني تخلص له. امال ايه؟ سلم عليه قدام الطلبه. يوم الثاني بقى اللي ابوه لا بيشتغل كده ولا كده ولا له شغلانه يقول لك ايه بقى؟ ايه بقى الكلام ده؟ كل ده يخلق جو من السلبيه من قبل المتدربين او من قبل الطلاب وبيعمل كانك بتجيب سكينه كده وتطعن بيها قلوب الطلاب او قلوب المتدربين. الامر الثاني
طبعا ابو حميد انت مبسوط قوي الوقت، طلعت صاحب المدرب وبيديك درس وبياكل عندكم محشي، مفيش في العريش محشي صح؟ قليل يعني. ماشي. اللي هو الملفوف يا نسيمة، سموه الملفوف عندنا في مصر، بنسميه ملفوف. لا تهتم بالمشاركين، يعني ما بتسألش. الاهتمام هنا اهتمام نفسي، اهتمام معنوي، اهتمام معرفي، اهتمام مهاري، اهتمام وجداني، الاهتمام. فهنا بقول لك خدوا بالكم، احنا بنتكلم يا زينب على في 5 طرق بتقتل المشاركة، يعني تخلي الناس ولا تعبرك ولا تسأل عنك يا عم أكرم. الابتعاد عن تكوين العلاقات الشخصية مع المتدربين، لا تهتم بالمشاركين، ما بتهتمش بيهم، تفترض أنهم يفهمون النظريات. طبعا الافتراض ده هيعمل مصيبة، هيعمل كارثة، لأنه بتبني على بتخاطب واحد جاهل وبتفترض انه عارف اللي انت بتقوله. ها؟ ما ينفعش. انتقاد المخطئ امام الاخرين، لا 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 يا حمدي، ايه اللي انت بتقوله ده غلط في غلط يا حمدي، لا يا حمدي اللي انت بتقوله ده مش مظبوط، ايه ده انت جايب لي الكلام ده منين، ده كلام، ده كلام بتقوله يا راجل، عيب عليك يا راجل، يا عم روح ذاكر. ده قدام الناس ده لا يجوز، ما ينفعش. انتقاد الذي اخطأ في الرد اكبر اهانه، تخليه يبقى قابلني لو عبرك بعد كده. شفتوا بقى ازاي الشريحه، الصفحه اللي قدامنا دي محاضره لوحدها يا اكرم. والله. انا عايز اسال سؤال، هو الزباين زادوا ليه بعد ما انا قلت يا اخويا الواحد بيبقى قاعد في الغرفه وكم واحد، 2 3 اللي موجودين، 5 الناس قاعده، وزادوا بعد ما اعطينا راحه. والله كويس قوي، حاجه جميل. خلاص يا سلمى نبقى ندي راحه تقريبا بقولوا لبعض. بتقول ايه يا فاطمه؟ كيف تقول له محبه في الله، ربنا يبارك فيكم. استراحات صح، والله والله يا اكرم فعلا كلامك صح. فاطمه بتقول كيف تقول له، اقول له ايه؟ انت بتسالي سؤال ولا ايه؟ عشان بس نبقى واخدين بالنا. انا بقول الحاجات دي بيقول لك خلي بالك لو عملتها الناس مش هتعبرك ومش هتشارك معاك لا في الحصه ولا في التدريب. انك تهتم بحد على حساب حد، انك لا تشاركين اصلا، انك تفترض ان الناس اللي معاك فاهمه النظريات، وده غلط، لان المفروض ان تخاطب الناس على قدر عقولهم كده ولا ايه يا محمد؟ انك تنتقد المخطئ، تهزأه، توجه له نقد. طيب خلاص والله ما عدت مجاوب معاك، انا كل ما ارفع ايديا واقول اتكلم يا استاذ، ها تقول لي الكلام ده، ها مدرس مثلا يقول لك قول يا صلاح، يوم صلاح يجي يقول له ايه؟ جاتك خيبة، حسبتك عارفا وجدتك خائبة. يوم صلاح طبعا تاني مرة قدام الفصل ده بقى كله، حسبتك عارفا وجدتك خائبة، وانا جزائي اللي انا رفعت ايديا وعايز اجاوب، 3 بالله ما انا عدت مجاوب معاك ولا معبرك، مش كده ولا ايه؟ صح؟ طيب 5، اجعل المشاركين يشعرون بالغباء عندما يسألون. ما ينفعش. يعني ايه هنا؟ اجعل المشاركين يشعرون بالغباء عندما يسألون. لو عملت دي وحس غباء لما بيسألوا، هيك كأنك بتقتل عندهم كل أشكال المشاركة. معناها إيه يعني ملخص الكلام ده؟
يا أمين، لو حطينا الخمسة دول على بعض وطبقناهم وخليناهم كرة كده مدورة وهنتبادل الكرة عشان نعزز النقاش، معناهم إيه؟ معناهم يكون إنسان، كن راجل محترم يحترم نفسه عشان يحترمك المتدرب، بس من الآخر، كن عادلا، كن موضوعيا، كن منطقيا، ها؟ كن مألوفا وقادرا على الخطاب الجمعي وليس الخطاب الفردي فقط. يا جماعة سهلة يا جماعة، أنتم منورين وأنا مبسوط منكم جدا جدا، عشان كده أنا إيه هديكم الجوائز اللي قدامي دي، ما عنديش جوائز تانية. استنى هوريكم حاجة جميلة أوي بالمناسبة دي. أه والله حاجة بتعجبني جدا. استنى منور، دي انا صورتها من كذا سنة على الطريق وانا في بتمشى في الحقل. الصورة اللي قدامكم دي، الصورة دي انا بعتبرها تراث، وكنت كل ما ابص لها كده تأملوا كده فيها حاجة كده، سامحوني يعني، دي بنسميها زريبة مواشي، يعني مكان الفلاح عامله عشان يربط فيه الحمار او الجاموسه او البقره جوه، وهنا الطويله يعني في المكان ده كده، المكان اللي هنا ده بتحط فيه الاكل بتاعهم وهم يقفوا جوه هنا، وشهم يبقى ناحيه الزير ده اللي فيه الميه ويبداوا ياكلوا، مكان تغذيه بالظبط. انما شفت اكرم كل واحد فيكم بقى كده ايه، طبعا انتوا مبسوطين اول وقت، ده ممكن الجمهور يزيد. يقول لك الله الدكتور بيعرض صور، ايه ده؟ ايه الصور دي؟ فشايفه يا عائشه؟ شايفه الصوره؟ طبعا في واحد ممكن يقول لك ايه؟ الله الله، الواحد كده لو يروح ياخد مخده ويروح يقعد يناوه في الحته دي وبس، باله يبقى رايق، ها؟ ويفتح الزير ده يلاقيه مليان ميه كده جميله، وياخد معاه رغيف، ها، وحته جبنه، ويعمل الشاي هنا اهو، ويقعد هنا اهو بعيد عن مخاليق ربنا، ولا فطير، او غاليه بتقول لك فطير، ويقعد بعيد عن خلق الله اللي قاعدين يزنوا وقاعدين يجيبوا في سيره الناس، وياهو قاعد مبسوط وباله رايق. شايفين شوية القش اللي فوق دول قدام ازاي، ايديهم ازاي؟ شايفين الحتت الخشب اللي هو جايبها ومنجرها، ها؟ في النهاية كده الشكل ده، الشكل ده يديك المعنى الكلاسيكي لدلالة الحياة حتى وبساطة الحياة. البساطة، له فندق 7 نجوم، وله فيلا، وله برج، ولاهي طوابق عمارة مرصوصة زي المشاط الكبريت، ولاهي أي حاجة خالص، حاجة بسيطة. وبعدين جنبيها الرز أهو اللي بعد كام سنة ممكن ما عدناش نلاقيه خالص، ربنا يلطف بينا ويعافينا، ها؟ الرز أهو ده أرز، السنابل بتاعته طالعة، يعني معنى ذلك إن يعني كان قبل الحصاد. فأنا الصورة دي صورتها بالموبايل او بالكاميرا، كان معايا كاميرا صغيره كده قبل الموبايلات ما توصل للتقنيه اللي هي فيها الان، لان ما اظنش ان دي كانت صوره الموبايل، ربما تكون كانت صوره الموبايل ولكن ممكن تكون بالكاميرا. الان العريشه دي، المكان ده اختفى، ما عادش موجود خالص. والله يا محمد انا ما خرجتش بكم عن الموضوع، خدوا بالكم احنا في الموضوع، لأنه لكي تثري النقاش داخل بيئة التدريب لابد وأن تعرض مثل هذه الأمور كجزء متمم وبيخرج الناس عن الحالة النفسية اللي هم فيها. إنما أنا بقول لكم المكان ده اختفى، ما عادش موجود، ربما بيلجأ إن هو يبقى موجود أيام ما يبقى فيه الرز، ربما هو الأولى إنه يبقى موجود أيام ما يبقى فيه البرسيم كده ولا ايه؟ عائشة بتقول انا دورت زي ده ما لقيتوش.
لا، ما انا بقول لك ده كان عندنا اهو، انا بتمشى على الطريق ده على طول. وبعد كام سنة، بعد من سنة كده هدوها، يعني هدوا المكان ده، انما بقيت الصورة بقى، وممكن نعمله تاني، صح يا مسعد؟ النزوح الريفي، النزوح الريفي، الله عليك، والله العظيم، ده احنا عندنا حاجات جميلة جدا. بس الآخر اللي هو في الغرب يا سلمى، عنده حاجات هو بيجهزها وبيسمح باحترام آدمية واحترام المناخ، مش احترام المناخ، احترام البيئة، يعني احترام البيئة. ها؟ وعائشة عارفة ده، لأنها عايشة في الغرب، عاشت وعارفة. مفيش حي موجود إلا جنبيه غابة الناس تتفسح فيها وتجري فيها وتستمتع بيها، رغم قسوة المناخ وقسوة الطقس بالنسبة لهم لشهور، إلا إنه قدر الإمكان بيعلم الناس ازاي يستفيدوا. إنما إحنا يعني لا نستفيد من هذا ولا نوظف ده، حتى من باب الأمور التراثية الجميلة. وفي الصومال أكتر طبعا، الصومال ده يعني أكيد أكيد. طيب، على كل، نرجع تاني، يقول لك اوعى تقتل المشاركة من خلال العلاقات الشخصية مع المتدربين، الاهتمام بالمشاركين، لا تهتم بالمشارك، عدم الاهتمام بالمشاركين، تفترض ان هم بيفهموا نظريات، تنتقد المخطئ، تجعلهم يشعروا بالغباء عندما يسألون، يعني تتهكم عليهم، عارف يا أكرم؟ انت ايه ده؟ ايه السؤال ده؟ او النموذج اللي انا قلته لكم عليه، يعني واحد يرد يقول له حسبتك عارفا وجدتك خائبا، ده كلام ما يصحش، عيب انه يتهكم بالحضور. في اداره الفصل او اداره الدوره، خطوات خمسه لتقديم الجيد، خمس خطوات للتقديم الايه؟ الجيد. ماشي، نركز فيهم بقى، نركز قوي بعد ما نقول عليه الصلاه والسلام، وبعدين بكره الجمعه، فالاكثار من الصلاه والسلام على رسول الله هتخلونا ناخد ثواب وانتوا تاخدوا ثواب، والجو كده يبقى تحفه الملائكه، ما اجتمع قوم في مجلس يذكرون فيه الله الا حفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. فاللهم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما الخطوات الخمس للتقديم الجيد يا هدى؟ واحد، ان انا اعرف الجمهور واحدد الاهداف. طب ما احنا عرفنا يا اكرم في الحلقه الاولى ويا فاطمه ازاي نعرف الجمهور، نسيم، عرفناه من ان احنا نعمل بطاقات ليهم، فاكرين الكلام ده يا امين؟ لو رجعت الحلقه رقم اللي قبل اللي فاتت في السلسله، وسلمى هتحط لكم اهو رابط السلسله، يا سلمى الله يكرمك، حطي الرابط بتاع السلسله، الحلقه رقم اظن 93 او 94، 93 93 و94، والنهارده لا، ده 94 و95، النهارده 96 مش كده؟ طيب، النهارده 98، ما شاء الله ما شاء الله، شوف الايام بتجري، ده احنا المفروض نخلي الحلقات دي كل يوم يا غاليه عشان نعدي ال 100 وكده. خليها كل يوم، اعرف الجمهور وحدد الاهداف. فاكر يا اكرم انت بتلخص الحلقه وانا بقول لكم اي شيء بدون اهداف يا امين لا قيمه له على الاطلاق، صح ولا لا؟ صح؟ ما ينفعش. فمهم جدا ان احنا يبقى عندنا الاهداف بتاعتنا. اعرف الجمهور وحدد الاهداف. احسن الاعداد الاداري اللي هو منه ايه؟ التجهيزات والاضاءه والبيئه والوقفه والمكان واتجاه الداتا. شو شايف اللمبه بتاع الدكتور اللي في الجنب هناك دي؟ فين اللمبه الجميله هناك دي؟ زي الابوره، كانك قاعد في فيلا، قاعد في فندق كده، هم فندق فعلا، ما هو بيأجروا فنادق، هيجيبوا منين؟ ها؟ دكتور طارق هيعزمهم عنده في البيت يعني ولا ايه؟ الراجل بقى في فلوس وفي دوره بتدفع وما شاء الله عليه هو والفريق اللي معاه، اقل واحد من دول دافع له مبلغ وقدره، اسالوا عائشه زي ما كنتوش عارفين. ها؟ اشتغلوش مجانا،
ومبالغ مصروفة، وكل واحد قدامه ازازه الميه بتاعته، قاعدين يستمتعوا، بيتكلموا في فنون الاداره، بيتكلموا في التخطيط الاستراتيجي، بيتكلموا في اعداد الاهداف، بيتكلموا في اي حاجه من القضايا المطروحه، مش كده ولا ايه؟ صح يا ابو حميد؟ اه، يعني لما تقول لي انا عامل دوره في العريش يا دكتور وتعالى زورنا في العريش، ها؟ هنروح العريش، هنلاقي اهل الكرم، مش كده ايه؟ اه، اهل الكرم معروف، يعني العريش كرم، كرم الدنيا. اه، ان شاء الله يجيب لنا بتاع طبق سبت كده فيه تمر وخلاص، هو ده البريك بتاعنا. اه، فاحسان الاعداد الاداري امر مهم للغايه. شكرا يا سلمى، ربنا يحفظك. اه، احسان الاعداد الاداري امر مهم، مهم جدا، انك تعرف جمهورك وتحدد اهدافك، خلي بالك عشان تعمل تقديم جيد. الاعداد الاداري مهم، اذا فريق العمل اللي بيساعدك لازم تثني عليه. لا، هو انا دلوقتي من غير غاليه او سلمى او الناس اللي معايا او حضراتكم اللي وزينب اهي رجعت لنا تاني، اهلا وسهلا يا زينب، نورتينا مره اخرى. ومن غير حضراتكم ولا قيمه للغربه، ولا التكاتف امر مهم، امر مهم جدا. احدد خطه تطرح الموضوع بتفاصيل وتمارين. ولهذا لما بنيجي نتكلم في تخطيط واعداد الدروس بنقول ايه يا عائشه؟ انا الاعداد الكتابي غير الاعداد الذهني، الاعداد الذهني والنفسي امر يسبق الاعداد الكتابي. فانا بعد كتابيا بعد ما بجهز واخطط واعمل، ابقى يسبق الاعداد النفسي والاعداد الذهني، وهذا امر مهم. فتحديد الخطه وطرح الموضوع وتفاصيله وتمارينه امر مهم. المرونه وانك لا تتحدث طوال الوقت امر مهم، عشان كده قال لك ارمي الكره في ملعب الناس. صح يا زينب؟ يعني انا الكره معايا، او ما اروح لزينب اقول لها ايه رايك؟ هل تقترحي خطوات اخرى لكي نحسن تقديم البرنامج او تقديم الحصه او تقديم المحاضره او تقديم الدوره التدريبيه؟ ممكن حضرتك تقترحه. يعني اصل هو الكلام ده كلام مترجم وكلام منقول عن المؤسسات التدريبيه العالميه، والدكتور طارق والناس اللي معاه ترجموه وجابوه واضافوا خبراتهم ليها هم، يعني من الناس ما الفتش الكلام ده، ده مش تاليف طارق سويدان او تاليف فلان، والله ده رجعوا لما هو مكتوب في علم التدريب وترجمه. غالب الكلام مترجم، غالب الكلام مستشهدين به بخبرات اجنبيه استفادوا منها من خلال ان التدريب الان ملكه يتميز بها العالم الغربي، على الاسف الشديد على حساب العالم الشرقي اللي انغلق على المحاضرات وانغلق على قعده، ان واحد قاعد لي على ترابيزه فوق وعمال يتكلم وناس قاعده تسمعه، مش هو ده اللي حصل عندنا؟ ها؟ صح ولا ليه؟ ايوه، شفت زينب قالت ايه؟ بدل ما انا مراجع اخليه يقرا وزملائه يصححوا عليه او يوافقوا. رائع رائع، فيبدا هنا هم يشتغل. دع الجمهور يكتب ما تعلم وراجعه عند النهايه، هي ده التعليق الجميل اللي زينب بتعلق عليه. يبقى اذا اقول لك خد بالك عشان تعمل تقديم جيد خطوات خمسه، طب انا ممكن اخليهم سته اكتر، ممكن اخليهم سبعه، ممكن اخليهم ثمانيه، اقول لك اخليهم ست خطوات، الست للتقديم الجيد. اول خطوه، اول خطوه تقديم الجيد، ها؟ حسن الظن بالله والتوكل على الله، اول خطوه. مش احنا بنعمل تأصيل؟ صح يا نسيمة؟ النية. انا بتقول لي انت خد بالك خطوات خمسة عشان تعمل تقديم جيد. طيب يا سيدي اهلا وسهلا، اتفضل. ايه بقى الخطوة الاولى؟ اعرف الجمهور وحدد الاهداف؟ لا، ده نعرف ربنا الاول، يعني اتق الله حيثما كنت. اه، وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تصحيح النية، صح يا أكرم؟ مش بقول لك مترجم؟ أه؟ أيوه. اعرف جمهورك وحدد أهدافك، أحسن الإعداد الإداري، حدد الخطة واطرح الموضوع وتفاصيله وتمارينه، خليك مرن ما تبقاش جامد، دع الجمهور يكتب ما تعلم وراجعه عند النهاية. الله، جميل، رائع. هذه الخطوات الخمس للتقديم. اوعى تقتل المشاركة، اياك، لازم تهتم بمشاركينك، اهتم بالجميع، افترض دائما انهم ربما لا يعرفوا، فعليك ان تصحح الخطأ اللي موجود، اياك ان تنتقد المخطئ، دائما اثني على استجابتهم ولا تشعروا بالغباء حتى يشارك معك بشكل او باخر. خاطبهم كالكبار، واستخدم كلمات أرغب وأود وأحب وأود البدء بسؤالكم، واسمحوا لي أن أبدي وجهة نظري. ما طرحتموه رائع وجميل، ولا بد وأن نتفق أن هناك وجهات نظر مختلفة، فلا بد وأن نحترم بعضنا البعض. من فضلك يا دكتور أدخل، ممكن أدخل بالشاي والقهوة على الرحب والسعة، تفضلوا، من أراد فيتفضل، هذا ليس سجن، وإنما هذه بيئة تعلم جميلة، وهناك مساحة من الحرية ومساحة من الخطأ. قل لهم ماذا ستقول، ثم قل لهم ما قلت لهم، ملخص اللي زينب قالت من شوية ونحن نتحدث عنه. دعهم يختاروا، فلا تكن منغلقا كئيبا، وإنما اسمح لهم بمساحة من الاختيار. احرص على وجود كرسي تجلس عليه لتشعر المعاناة البدنية أو النفسية للمشاركين إذا كانوا بيعانوا. طبطب عليهم، توقف على الكلام واسمح بتوجيه السؤال، حرك الكرة، لا تسمح أن يكون الكلام معك فقط، ولكن حركه ما بين الآخرين. مزق البطاقات التي سبق وأن كتبت عليها مشكلات، مش أنت بقى إنما المتدرب، ووجد حل للمشكلات. فمن وجد حلا للمشكلة أثناء وجوده داخل التدريب عليه أن يمزق البطاقة ويلقيها في الهواء، كناية على أنه تخلص من آلام ومشاكله المعرفية والنفسية والوجدانية التي يتعامل معها. إدارة النقاش أحبائي الكرام، مجموع هذه الأمور والتي تجولنا بها وانطلقنا إلى ما يسمى بالخطوات الخمس للتقديم الجيد، كلها هي المنظومة التي تحدثنا عنها قبل أن نتحدث عن ما يسمى بالخروج عن الموضوع، لأن إحنا كده يا أكرم لو خرجنا ورحنا للموضوع بتاع الخروج الموضوع يبقى كده ضيعنا المحاضرة بتاع النهاردة، لأنها ده كم دسم كبير جدا من المعلومات. صح يا زينب؟ صح يا حمدي؟ فما ينفعش نروح لللمبة المنورة الجديدة دي اللي هي الفصل الخامس، الخروج عن الموضوع، ونكتفي بالفصل الرابع كعنوان مهم جدا تجولنا خلاله وتحسسنا من مفاصله الهامة التي ختمناها بالخطوات التقديمية، ثم خطوات تقتل المشاركة، ثم الحديث للكبار، ثم الدعوة للاختيار، ثم تكتيكات بسيطة تقتل تساهم في إثارة الاهتمام وتحريك الكرة وتمزيق البطاقات. هذا أحبائي هو الفصل الرابع المعنون بإدارة النقاش. النهاردة طولنا عليكم، مش كده يا سلمة؟ صح يا غالية؟ صح يا هدى؟ يا مسعد، أنت عنصر جميل مضاف إلينا اليوم، وفطيمة عادت إلينا أيضا بعد غيبة، وأمين مرحبا بك معنا، وحمدي ابن العريش أهلا بك، محمد عودا محمودا، ونلتمس لك الأعذار لظروفك، عائشة أهلا وسهلا بك دوما وأبدا، زينب مرحبا بك معنا في لقاء اليوم. وأنا بذكركم للقاءاتنا في نحو التميز المعلم يوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الخميس، حتى يستفيد المجموع العام، وحتى نأتي على أكبر قدر ممكن من النصائح في قضايا التدريب وقضايا التعليم وقضايا التربية التي تحتاج إلى منظومة للتدريب والتربية على الأخلاق قبل أن ندرب على العلم. بجد وصلنا إلى حال صعبة جدا جدا جدا، ونحتاج إلى أن نستعيد التدريب
في عمليات التدريس والتعليم، وهذا واقع نريده. هذه من الأمور المهمة للغاية أحبائي. قبل أن أختم، وأنتم الذي يجب أن تختموا، سؤالي العام لمن أراد أن يكتب ويدون ويسجل ويلقي بالكرة أو بالبطاقة في الهواء بعد ما تجولنا حول قضايا إدارة النقاش وكيف نحسن النقاش من خلال استراتيجيات كثيرة، أطلب منكم من أراد أن يكتفي بالكتابة فليسجل أهم المفاصل التي استوقفته اليوم، أهم العناصر التي وقفت أمامها اليوم، ثم نطلب ممن أراد أن يحدث ويلخص لنا الحوار شفهيا أن ينضم إلينا أو أن يعني يلخص لنا الحوار. هل يرغب أحد في التلخيص الشفهي؟ هذا سؤال مهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان صوتي مسموعا، شكرا دكتور صلاح، شكرا للحضور الكريم. استكمالا للعنوان الكبير الذي نحو التميز للمعلم أولا ثم التدريب والتدريس الإبداعي، اليوم بنستكمل العنوان الرابع في الفصل الثاني وهو إدارة النقاش. استعرضنا اليوم في إدارة النقاش 7 استراتيجيات تقريبا. الاستراتيجية الأولى كانت مزق البطاقة، بستخدم بطاقات كجهاز فوري لمتابعة المعلومة حسب الكتاب، إنه أنا بجهز موضوع الدورة على هيئة بطاقات، وبيحتفظ الفرد بالبطاقات اللي عنده مشاكل أو أسئلة حولها. هذه المشاكل أو الأسئلة عندما يتوصل أي من المتدربين إلى حل لهذه المشكلة فإنه يبادر بفرحة بتقطيع البطاقة، دلالة على أنه قد توصل لحل لهذه المشكلة. الاستراتيجية الثانية، وهي أن هناك يعني 3 تقنيات جيدة يمكن أن تحسن التدريب في المجموعات الصغيرة، يعني المجموعات الكبيرة هي من الصعب بالتأكيد أن تتم فيها هذه التقنيات بشكل كبير، بأن يكون هناك كرسي فارغ في كل مجموعة أستطيع أن أجلس معهم مستوايا في مستواهم بحيث يتقارب المستوى البدني والنفسي للمشاركين مع المدرب. أيضا بين الحين والآخر أحاول أن أربط على كتف المتدربين لأشعرهم بأن هناك نوع من الألفة أو التفاعل معهم. أيضا يمكن أن أتوقف عن الكلام لفترة من الزمن، فترة صمت يعني، بعد توجيه سؤال، وهذه أحد استراتيجيات بحب أشتغل بها تحت عنوان في التقييم، استراتيجية تسمى التكليف المباشر، أني أضع السؤال والحد الأدنى لأن أبقى صامتا لكي يتم استيعاب السؤال 5 ثواني، يمكن تزيد على حسب السؤال، وبعد ذلك يوجه يتم طلب اسم محدد للإجابة على هذا السؤال. هذه الفترة البسيطة تعطي يعني فرصة جيدة لصياغة الإجابة. الاستراتيجية الثالثة وإن شاء الله نحاول تجريبها، وهي استراتيجية في الحقيقة عجبتني كتير، حرك الكرة. أنا هجعلها يعني استراتيجية حقيقية، يعني معايا كرة حقيقية، كرة صغيرة من هذه الكرات المطاطة الخفيفة، يمكن أن ألقيها إلى الشخص المراد في مجموعة ما أن يجيب على سؤالي ويعيدها إلي أو يسلمها لصديق للتعقيب على سؤاله أو لإثارة سؤال آخر على هذه الإجابة. هذه تعطي فرصة لتقليل فترة المحادثة التي يتكلم فيها المعلم، وإعطاء الفرصة للحوار مع الحوار الجيد بين المتعلمين بعضهم البعض وبين المعلم والمتعلمين لإثراء موضوع التدريب. الاستراتيجية الثالثة الرابعة كانت دعهم يختارون، أي أنه يمكن اختيار التدريبات
التي تساعد المدربين على انهم جزء من الماده التدريبيه، جزء من المشاركه في عمليه التعلم، اصباغ نوع من الثقه لديهم. فانا بجهز مجموعه من التمارين او التدريبات او العناوين، وعلي ان يختاروا، طبعا بالتاكيد اختيار عنوان واحد هيبقى من الصعب، لا يختاروا اكثر من عنوان، ثلاث او اربع انشطه مثلا، ثم بعد ذلك نجري يعني نوع من الاختيار للعنوان الاكثر اثاره او الاكثر تميزا لتحفيزهم بشكل شخصي. ده يعني يوجب على المدرب، والمدرب هنا يجب ان يكون المدرب الخبير، ان يكون مجهز استراتيجيه وسيناريو لكل سؤال من هذه الاسئله التي تحملها هذه التمارين، يعني لا يضع هذه التمارين عبثا وثم يتم اختيار التدريب ثم لا نجد سيناريو جيد لاداره الدوره التدريبيه. العنوان الخامس هو اسلوب الحديث للكبار، وهو ما نفتقده في الحياه، في حياتنا العامه وحياتنا الشخصيه اكثر مما نفتقده كمان في داخل الصف الدراسي او داخل حجرات التدريب. ان اكثر من استخدام كلمات تعني رغبه او تمني، انا اود، انا احب، انا يعني ساكون سعيدا لو اود، يعني تشعروا انني اسال هذا السؤال، ان اظهر الاحترام والتقدير، شكرا على ما بذلتم من جهد، ارجو ان تثيروا بخبراتكم وما لديكم من امكانات هذا الحوار، ان تكون عباراتي وكلماتي منتقاه، يعني في النهايه هم بشر ويجب ان نتعامل كبشر داخل الحوار، توجيه النصحه او التعليمات بشكل غير مباشر. أود أن أطرح عليكم هذه المجموعة من الأسئلة، يمكن هل تسمحوا لي بأن أختلف معكم في هذا الرأي؟ أقترح عليكم أن يعني تفكروا بطريقة ما، وأيضا أن نذكر الجيد في حديثهم أو في آرائهم والأشياء الطيبة التي يعني ناقضوني فيها أو كانت أفكار مغايرة لما ورد فيها. السماح لهم بيعني جلب بعض المشروبات الخفيفة أو يعني، وهذا نوع من كسر الحواجز الذي تحدثنا عنه في الفصل الأول. أن نخبرهم، وهذا مهم جدا، أن أعرفهم أهداف الأشياء التي يجب أن يتعلموها. أقول لهم ماذا سأقول؟ ثم أقول لهم، ثم أناقشهم وأسمع لملخص لما استفادوه أو لما قلته، يعني ألخص ما قلته حتى يصبح ما لدى الجميع يعني درجة طيبة من المادة التدريبية. عنوانا أيضا هناك علينا أن نتجنب هذه الخمس، أن لا نكون يعني أن نبتعد، أن تبعد عن تكوين علاقات شخصية مع المدربين، هذا يقتل المشاركة ويقتل الجو الودي الذي يسود في الغرفة التدريبية. أيضا يمكن قتل المشاركة بأن لا أهتم بالمشاركين، أو أن أفترض أنهم جميعا يفهمون كل ما أقوله، وهذا الافتراض يعني مردود عليه بأنه ولماذا حضروا الدورة إذا كانوا يفهموا كل هذه النظريات وكل هذه المفاهيم وكل هذه العناوين. أن أنتقد المخطئ وأسخر منه أو أسفه إجاباته، أن أجعل المشاركين يشعرون أنهم مع كل سؤال يسألوه أنهم يعني مصابين بضرب من الغباء، هذه الخمس في الحقيقة تقتل المشاركة. ختمنا بخطوات خمس للتقديم الجيد، يمكن زيادتها كما قلتم، وأن نحسن النية أولا، أن نقدم النية أن هذا العمل لخدمة الله وخدمة هذه البشرية، هذا الكم، هذه الأمة التي يعني تستحق منا البذل والعطاء الكثير والكثير والكثير. أن أيضا من ضمنها أن أعرف الجمهور الذي سأوجه له هذه الدورة التدريبية، أعرف تلاميذي، أعرف طلابي، أن أحدد أهدافي، أن أعد المادة التدريبية وأعد الجو الإداري كما قلنا في المحاضرات السابقة، أن أضع خطة
وأطرح الموضوعات، أطرح التفاصيل، أجهز التمارين والأسئلة، أتمتع بالمرونة، وأن أعطي فرصة للآخرين حولي أن يكون هناك حوار ونقاش دائم، ألا أكون المتحدث الدائم دائما، أن أدع الجمهور يكتب ما تعلمه وأراجعه في نهاية المادة التدريبية. شكرا للحضور، وسعيد دائما بوجودي مع دكتور صلاح، لأنه يثري في الحقيقة، ليس يعني ما يثري فقط فيها كمعلم، ولكن فيها كإنسان. شكرا لكم، وأعتذر إن كنت أطلت أو أضعت بعضا من وقت. شكرا جزيلا أخي الحبيب أستاذ أكرم، شكرا على هذا التلخيص وعلى هذه الدعوة الجميلة لاستعادة كل ما قلناه بشكل شيق ومرتب ومنمق. هكذا عهدي بك وبكل الحضور في استيعابنا لما نقوله، ويبقى دائما ما نسميه أحبائي أثر التعلم. أثر التعلم يرتبط بالموقف، يرتبط بالمشهد، ربما يرتبط في أذهان حضراتكم الصورة اللي عرضناها الآن لهذه الحظيرة أو هذا المشهد. تلك الصورة هتفكرك بأن احنا كنا بنتكلم عن محاضرة أو لقاء عضو إدارة النقاش. فأحيانا اقتران الصورة الجمالية أو الشكل اللي خلاك تتأثر على المستوى الذهني والنفسي وتبدأ تفكر في تفاصيلها، يخليك تفتكر المعلومات اللي قلناها النهاردة أو جزء من تلك المعلومات. وهذه أيضا آلية ضمن الآليات التي تستخدم داخل البيئة الصفية أو داخل بيئة التدريب. أحبائي الكرام، كل السعادة وكل الشكر والتقدير لكم ولحضوركم الكريم الذي شرفت به اليوم وأشرف به دائما كل يوم. بارك الله فيكم، جمعة مباركة إن شاء الله. أسأل الله أن يتقبل دعواتكم وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير. ألتقي بكم في أمان الله، نستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.